يكون كيدير لاباس عليكم، كلشي بخير. اليوم ان شاء الله مع فيديو جديد في القناه. اليوم جيت نقدم لكم ثالث طبله ديال طندان بمكونات زوينين بزاف كيف ما كيبان لكم. صيبت معكم هنا واحد الفطائر يعني بصوصيط وفوق منهم البيض ديال السمان، كيجيو زوينين بزاف. ودات معكم بيتزا اللي هما بساط بعجينه وحده، كنصايبو بجوج، كنصيبو الفطائر وكنصيبو البيتزا باش كنستغلوا الوقت. وصيبت معكم واحد الشليده اللي كتجي بارده وزوينه، واحد العصير بيو فعلا رائع بزاف. دابا تكتشفوا معايا في الفيديو ان شاء الله بحول الله. وصايبنا واحد الطنجيه تاع الحمرات كيف ما كيبان لكم، كتجي مضغمره وزوينه بزاف. واحد الفلون ديال البيض ولا كريم كراميل كيف ما بغيتو تسميوه، كيبسط بزاف. ما كنديرو مكونات بسيط واقتصاديين كيف ما كتبان لكم، طبيله اقتصاديه. ونتمنى ان شاء الله تعجبكم وتخليو لي لايك. غادي نبداو بسم الله. اول حاجه غادي نوجدو هي هنايا يعني تشهيد. اليوم ندير في الفطور الحمرات طنجيه. شكون ما كيعرفهاش يعني كلنا عزيزه علينا هاد الشهيوه، حيت بالنسبه لنا حنا ما كنتعشاوش، اللهم كنحطو كلشي في الفطور. اليوم اختاريت باش نديرها هنايا، خديت كيلو ديال اللحم ديال الراس، غسلتو مزيان بالخل والملحه. بالنسبه للمكونات غادي نحتاجو المصير، واحد الغيزه صغيره ديال التحميره كنديروها غير في اللحم ديال الراس باش ما تجيناش بيضه، وكنديرو الكمون وستة ديال الدوس ديال الثومه بالنسبه للكيلو ديال اللحم ديال الراس، شويه ديال الزيت البلديه وكاس ديال الماء. غادي نخلطو فيه الزعفران الحار. غادي نبداو بسم الله. المكونات سهلين بزاف وبسط، بحال ديال اللحم بحال ديال الدجاج بحال ديال الحمص كيف ما بغيتو. غادي ندير اللحم باش غادي نشملها، الحمات زوينين ديال السال وديال الحمص البسط تتبان زوينين. غادي ناخدو هاد الكاس ديال الماء والاول، غادي نديرو فيه الزعفران الحار. ضروري ما كاينش شي بلا زعفران، كاين شي حاجه مفروغ منها. غادي نحركو على ما نشمل باش نلقاه طلق ليا. صافي غادي نحطو الجنس، وغادي دابا نبداو غادي ندير الثومه. ستة ديال الدوس ديال الثومه مشكوكين، ندير طريفة ديال البصلة، شوية ديال الحميرة. عرفو شتو الملحة ما كنديرهاش حيت كاين البصيط. غادي نديرو الكمون خصو يكون كمية كتيرة حيت الطنجية هي الكمون. ما كنديرو لا بزار لا سكينجبير، هداكشي كلو ما تيكونش. بحال هكا الكمون، زويته بلدية غير شوية حيت راه ميدم، إلا ما كانش عندنا ميدم غادي نديرو شي نص كاس صافي. وغادي نشمل هاد اللحم مزيان، هاد تكون الطريقة اللي كنوضح لكم. أنا كنشمل وأنا كنقطع في هاد المصير، كتجي ممتازة هاد الطجية، كتجي معتبرة غير في الدار، ما تحتاجوش تحطي ولا الفرن ولا شي. دابا ريحة دابا طالعة ديال بعدا ديال الزويته بلدية والكمون معتبرة والكتومة. ممكن تزيدو عليها الحمص اللي كيبغي. صافي دابا شرملات ليا مزيان. غادي نزيد هاد الكاس ديال الزعفران الحر باش تعرفو راه حر. شوفو دغيا طلق هو باش غادي نمرق، وغادي نبقى مقابلها الى سبحان الله بدات تنشف. مهم بعدا اول حاجه غادي نغطيوها، وغادي تطيب على عافيه مهيله، وتقولوا مقتوله مقتوله هذيك العافيه يعني مهيله بزاف، باش ما تحتاجوش تزيدوا فيها الماء بزاف. انا غادي ندير هذا الكاس وغادي نحبس. المهم هي ما حدات تطيب وهي تطلق الماء، ما حدات تطيب وهي تطلق الماء. دابا غادي نغطيها ونوضع فوق البطه ونطلقها. ثاني
حاجه غادي نصايبوها باش تبرد لينا هي غادي نصايب واحد يعني فلون كراميل ولا كي تنقولوا فلون ديال البيض ولا كريم كراميل كيف ما بغيتوا تسميوه. غادي نصايبو معكم اليوم بطريقه بسيطه بزاف اقتصاديه بلا نسلي بلا شحال من حاجه غادي تشوفوها ناجح 100%. غادي نبداو دابا نصايبو كراميل. غادي نديرو هنايا كاس ديال سنيده ديال العنبه وغادي نديرو فواحد المقيله اللي تكون ما كتلصقش ولا كتضرنا. غادي نديرو فوق عافيه متوسطه حتى يذوب لينا النص ديالو عاد نبداو نحركوه صافي. ديك الساعه غادي يكون عندنا واجد. دابا غادي نصايبو الخليط ديالنا باش غادي نديرو هذا الفلون. بالنسبه للكراميل ما كنزيدو لا ماء لا والو. غادي نجيبو مولينكس غادي نديرو 3 ديال البيضات غادي نديرو سطرو ديال الحليب صافي. هادو هما المقادير اللي غادي نحتاجو. وتا الاخر غادي نزيدو جوج ديال الفانيات كتنكهو بالمذاق اللي نتوما باغيين. كنديرو سطرو ديال الحليب وثلاثة ديال البيضات صافي. هادو هما المقادير قلت لكم اقتصاديين وساهلين بزاف. دابا غادي نديرو الطحن مزيان ونرجع معكم. غادي نجيبو مولينكس غادي نديرو 3 ديال البيضات سطرو ديال الحليب صافي. هادو هما المقادير اللي غادي نحتاجو. وتا الاخر غادي نزيدو جوج ديال الفانيات كتنكهو بالمذاق اللي نتوما باغيين. كنديرو سطرو ديال الحليب وثلاثة ديال البيضات صافي. هادو هما المقادير قلت لكم اقتصاديين وساهلين بزاف. دابا غادي نديرو الطحن مزيان ونرجع معكم. موج الكراميل ها نتوما شوفو كيفاش تيكون ناجح. دغيا كنديروه في المول اللي حنا اختارينا باش نديروه فيها. كي شفتو قلت لكم خاصها تكون مقله ولا كاسرونه ما كتلصقش. وغادي تشدو تدوزو هكا على الجوانب وانتبهوا لا يطيح لكم على يديكم غير بشويه. راه هو الا طاب راه ضربتو صعيبه بزاف كيحرق. كله كيبس فيه صافي. ودابا غادي نحطوه باش يبرد وغادي ندوز دابا نزيد جوج فانيات في الخليط تاع البيض اللي درنا. هو راه في ساعتين يجمد راه ما كاينش حتى ثاني وحده كتلقاو جامد. دابا درت هنايا واحد لاطه كبر من كبر منه درت فيها الماء ضروري من هاد نديرو فيها الماء. وغادي نشد هاد الخليط ونبداو تنزيدو بشويه بشويه وتزيان كيبقى على حسب الطبق صافي. دابا غادي ندخلو على فران سخون درجه 250 كيبقى بين 40 دقيقه 45 ساعه على حسب الفران صافي. دابا غادي ندخلو ونطلقو ان شاء الله. بالنسبه للعصير هادشي اللي غادي نحتاجو فيه الليمون خيزو الفكوز والخيار. وغادي نحتاجو هاد الماكينه اللي كتخرج لينا اللب ديال العصير فريمون زوينه. الا ما كان جاتكم هاد الماكينه ممكن تستغناو ولا ديرو غير هادشي عصير عادي. مي هاد الماكينه كتعطيكم عصير فريمون بيو. شوفوا كيفاش تعطيكم اللب ديال الخيزو. من بعد كنزيدو الليمون كنزيدو الخيار كنزيدو الفكوز عاد كنطحنو بالفاكهه اللي حنا باغيين. يعني باش نطحنو كلشي غير بالليمون ولا بالحليب ماشي صحي. اللهم كنديرو هاد الطريقه كتخرج لنا العصير بنين بزاف وبلا سكر بلا والو. كيجي واحد المذاق اللي اش نقول لكم فعلا زوين خصكم تجربوه عاد غادي تحكموا. وساهل بزاف وبسيط دغيا كيولي. انا كل نهار كنطحنوا بحاجه. اليوم اخترت باش نطحن مع الاناناس والفريز. تما مره كندير المونغ مره كندير الكيوي مره كندير الكاك. يعني اللي بغيتو اللي بغيتو ممكن تخليو غير هكاك هي بالليمون وبالفكوس والخيره كيجي بنين بزاف. ولا بغيتو تزيدو عليه شي اضافه مزيان. بالنسبه حنايا باش نحلو كنحلو غير بس يعني غير بالتمر وبالعسل الحر. يعني ماشي العسل العادي العسل الحر باش كيكون صحي اكثر وكنبعدو شويه على السكريات.
العصير من بعد ما تيوجد شوفوا كيفاش تيجي خاطر الزوين بزاف، اللون ديالو كيشهي والمذاق ديالو خصكم تجربوه غير تذوقوه. راه هاد الماكينه راه كاين ديري فيها الصولد راه زوينه بزاف، كنصحكم بها باش تاخذوها. غادي ندوزو دابا باش نصايبو الفطائر. هنايا درت العجينه ديال البيتزا اللي كنت شاكتها معكم البارح، الا اللي شي حد اللي ما شافهاش يرجع للفيديو ديال البارح اللي حطيت لكم. غادي تلقاو الوصفه ديال لاباتا بيتزا سهله بزاف، غادي نخدم بها بيتزا صغيره وغادي نخدم بها فطائر بالصوصات. فعلا كتجي رائعه بزاف، خليتها في الثلاجه ولا ديروها في الكونجيلاتور كيف ما بغيتو. كنت ما احتاجيتوها جبدوها وخدموا بها، يعني كتعطيكم طعم زوينه وناجحه 100% وبدون عجن، ما كنحتاجوش لا نعجنوها لا ندلكوها، كتعجن راسها براسها. صافي دابا غادي نبدا نخدم بها وهي كتجي كتلصق في اليد. هنا غادي نبدا نصايب بيتزات صغيورين كيف ما تيبان لكم. اختاريت باش نعمرهم بصدى ديال الدجاج اللي كنت صوطيتهم مع الملح والبزار. بالنسبه للصلصه اشنو درت فيها، صلصه زوينه بزاف ومميزه، يعني شديت داك الصوصيت قليتو هذيك الزيت فاش قليتو هي اللي زدت معها مطيشه محكوكه هي وطريف ديال البصله محكوك ولا مطحون كيف ما بغيتو، والملحه والبزار وزويته بلديه. صافي كتجي صوص زوينه بزاف بمذاق ديال الصوصيت، جربوها هذه تندير هذه مبتكاري فريمون كتجي تعطي مذاق زوين. كنخرجوا على المعتاد على الصوص تاع البيتزا اللي مولفين حنا كنصايبو، هذه كتجي سهله بزاف. صافي من بعد كنطحنها وكنزيد شويه ديال مطيشه الحك وكتعطيني الصوص زوينه، كنخبيها في الثلاجه وقت ما بغيت نخدم بها كنخدم بها. هنايا نسيت ما تقبتهمش حتى دات لاصوص عاد تفكات. بالنسبه للفطائر ديال الصوصات كيف قلت لكم، كندير هكا كويرات كنلبهم مزيان، كنديرهم فوق واحد بابي كويسون، كنشد كاس وكنبقى كنطلق فيهم الغوص حتى ندير واحد الحفره في الغوص، عاد غادي نعمرها بالحشوه اللي نتوما باغيين تتعمروها بها. حتى هما درت لهم نفس لاصوص اللي درت في البيتزات، هانتوما كندير شويه ديال لاصوص كندير فوق منها شويه ديال الصوصات مقطع. هنا الاضافه اللي غادي نضيف هي البيض ديال السمن من الفوق كيعطي منظر وبنه. الا ما كانش عندكم ما عندكمش باش ماشي ضروره خصكم ديروه، اما تضربوا غير البيضه وديروا شي شوي 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 من الفوق ولا ديروا هذا لكم الاختيار وكيعطي غير منظر. دابا غادي نصايب واحد الشليده بارده وسهله بزاف. خديت هنايا سلقت خبز وجلبانه وخبز وجلبانه وبطاطا وروز، درت معهم شويه ديال الملحه البزار الكمون كاتشوب مايونيز كاتشوب ولاصوص الجيريان وشويه ديال لا موطاط. هانتوما كيف ما كيبان لكم كتجي سهله بزاف وبسيطه، كتجي وكتبردوا بها في الفطور. من بعد ما سالينا فطورنا قررنا باش نخرج شي شويه، في الحقيقه خليت الماي فوق طلعك قلنا نخرج شي شويه، مشينا صلينا في الجامع ديال الكتبيه. ايوا صافي من بعد مشينا لديك مشينا واحد القهوه تما في جامع الفنا، شكون ما كيعرفش لادغيس زوينه بزاف لاطيراس قدام، يعني قد تشوف فيه في جامع الفنا كلها. هي قعدنا شي شويه تما تبردنا حتى ديك 12 ونص الليل هضرنا للطهنا، خديت واحد لاكلاص زوين بزاف داروه، يعني فريمون المذاقات ديالو كيقتلوا بالضحك ديال الكعب غزال، مذاق كلاص ديال الشباكيه، كلاص ديال الاملو، كلاص ديال المهم جامعين فيه بزاف ديال هادشي ديال رمضان، وهو على شكل كلاص فريمون زوين بزاف. هنايا كنرجو هاد واحد القريبي فن. هكا غادي يكون الفيديو ديال اليوم، نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم. الى فيديو جاي غدا ان شاء الله باذن الله، هاد اليوم هاد رمضان ندير لكم يومياتي في رمضان، نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم وتبارطاجيو وتضغطوا على لايك
وتضغطوا على لايك وما تنسوش من البارتاج وتابونوا معايا في القناه. وشكرا لكم بزاف وشكرا على المتابعه ديالكم. الى فيديو قادم ان شاء الله. بسلامه.